اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه طبعا برحب بضيفي جوزيه الكره الطائره في النادي الاهلي الكابتن محمد مصالح ميدو، واللي حصل على 3 بطولات هذا السنه دي و9 بطولات في 3 سنين. اهلا بيك يا كابتن. ازيك يا كابتن هيثم؟ الحمد لله، منورنا وفخورين بيك جدا جدا جدا. والله الحمد لله، الحمد لله. يعني يمكن 3 بطولات وكان موسم استثنائي، وقابلت لك صعوبات، اصابات، اعداد متقطع، يعني موسم كان صعب يا كابتن. تمام، يعني هو موسم مش صعب، بس هو نقسمه طبعا لو حبيت نقسمه قبل الكورونا وبعد الكورونا. صحيح. نهايه الموسم اللي فات كانت 23/4 بعد ماتش الزمالك، كسبناه 3-0. 1/5 كان تم استدعاء 10 لعيبه للمنتخب. تمام. 1/5 كان لازم فرقه المنتخب كانت تستدعى لخوض تقريبا 7 بطولات في الصيف. صحيح. منهم كان 10 لعيبه من عندنا، عبد الله وحسام وقطب وصلاح وسعيد وعبد العال وعادل وعبد الرحمن وعب ومنعم، كانوا مصابين، كانوا في الاخر يعني اصابات في الركبه، اصابات في الركبه، فاعتذروا عن البدايه الاولانيه. وكان معايا رؤوف وعبد اللطيف ورمضان ومعوض وابو السعود ومنعم، ابتدى كان في اواخر تاهيله يعني، فابتدى يخش واحده واحده معانا. فابتدينا ان احنا نعمل اعداد عادي خالص طبيعي يعني. ابتديت استدعي 10 من اللعيبه الناشئين عشان خاطر اعمل، انا حاولت ان انا ما العبش الدوري، الادوار التمهيديه ما كانتش فارقه لان نتيجتنا ما كانتش محسوبه يعني. لكن بالزبط. استديت 10 ناشئين عشان برضو يبقى التمرين فيه نديه وتبقى الدنيا مظبوطه واقدر اكمل 6 حتى في الملعب. فاستديت يعني بادئ بشورتج جامد جدا في اللعيبه. استديت الصافي ومرجان، عمر اكرم، الحسيني، زياد اسامه ولد صغير عنده 17 سنه، عمر شريف، مروان صافي، انس شوقي، عمر زكريا، محمد عثمان 10، مع اللي انا قلت لك عليهم دول. ابتدينا نعمل فرقه ونتمرن ونلعب، مش كده وبس يعني. ابتدى الضغط النفسي علينا ان احنا لازم نكمل 100 ماتش بدون خساره. كان طبعا الانجاز اللي اتكلمنا عنه كتير ومران وتكرار 100 مباراه، انت كنت عايز تحافظ عليه. احافظ عليه ويعني والجمهور كان نفسه قوي ان احنا نحافظ عليه. فابتدى الضغط النفسي ان انا معايا لعيبه صغيره، اتحطيت حتى في مجموعه مش سهله بالنسبه للناس اللي معايا. اتحطيت في مجموعه جزيره الورد والطيران وهليوبلس وشرقيه للدخان، دول 3 فرق كانوا جايين، والزهور كان معانا، دوري رايح جاي. الولاد دول بالصغيرين بصراحه كانوا قدوا المسؤوليه ما شاء الله، وكسبنا، عدينا المرحله دي لغايه لما الولاد بقى بتوع المنتخب. هي دي بقى المشكله كبيره جدا. مش مشكله، هي كانت طبعا لعبوا تصفيات العاب افريقيه، لعبوا تصفيات العاب اولمبيه، لعبوا بطوله التحدي، لعبوا بطوله الامم الافريقيه اللي كانت في مصر هنا، لا كانت في تونس. الامم الافريقيه كانت في تونس، لعبوا الالعاب الافريقيه كانت في المغرب، ولعبوا بطوله كاس العالم. دي طبعا انهاك للعيبه كلها. اللعيبه جات لك خلصانه ست ماتشات. كويس. كملنا الدوري، وبعدين ابتدى بقى الدوري رايح جاي 12 فرقه. لعبنا اول 7 ماتشات الحمد لله كسبناهم، كملنا الماتش ال100 بماتش سموحه، والدوري توقف يوم 29/11 لغايه عشان تصفيات الاولمبياد. تمام. لعبنا الولاد راحوا تصفيات الاولمبياد، للاسف الشديد كان في اخفاق وكانت ضربه قويه جدا لمصر. انت لازم تلم. صحيح. جايين نفسيا محطمين تماما. دي اللي كانت في مصر بقى كده، دي اللي كانت في مصر، وخسرنا من تونس 3-0. فدي كانت صعبه جدا على فكره. صحيح. المنتخب كان عمل اعداد رهيب يعني. كان في معسكرات كويسه جدا، لكن طبعا كان ما توفقناش، وكانت انتكاسه كبيره جدا عليا قبل اي حد طبعا، لان اكبر عدد لاعبين عندك. تمام. واللعيبه الكبار مش واخده على الخساره يعني، فعلا كان حالتهم النفسيه كانت صعبه جدا. لعبت ماتش القناه، وبعديها كان ماتش الزمالك اللي خسرناه. ده بتاع الدور الاول. بتاع الدور الاول كان في ظروف برضو، عبد الله والدته كانت عملت حادثه يعني، وكان هو مش موجود يعني تقريبا بصفه دايمه، لكنه صمم ان هو كان يجي في تمرينات كتير. لكن عدينا المرحله دي، وبعد كده لعبت ماتش الجيش، وبعدين سافرنا السعوديه معسكر اعداد للبطوله العربيه. دي كان الحمد لله قدرنا نعمل المعسكر، كان نادي الوحده الدعوه يعني. عملنا هناك ماتشين، رجعت لعبت ماتش سبورتنج ولعبت البطوله العربيه. طبعا البطوله العربيه في خلال الشهر 12 جالي جواب ان انت هتشارك ولا لا. كابتن رؤوف استدعاني قال لي هتشارك ولا لا؟ هتشارك ولا لا؟ تمام. انا طبعا وافقت. خلي بال حضرتك برضو، انا بس ان احنا البطولتين اللي فاتوا ما اشتركناش في البطوله العربيه، السنتين اللي فاتوا. لا احنا بقى لنا كتير جدا يعني، قصدي اقول لك، لا انا بتكلم على الـ3 سنين اللي خدنا فيهم الشمسيه. تمام. لا لا ما خدناش بطوله عربيه او ما شاركناش. لا دي كانت اول مشاركه
وبعد فتره كمان طويله. فكان طبعا قرار صعب بتهيألي لحضرتك، لان هي بتبقى في اول الموسم ومجهده وبتلعب شمال افريقيا، يعني البطوله برضو ثقيله. هي انا بصراحه طمعت، لان انا الحمد لله عندي لعيبه يقدروا يقدروا ان هم يحافظوا على الكلام ده، لكن فعلا الجهات كان واضح عليهم جدا، وانا ما كنتش اقدر اتراجع عن القرار اللي انا خدته قدام مجلس الاداره ان انا خلاص هشارك في البطوله العربيه، لان الاداء كان قلقني. وفعلا البطوله العربيه في اولها سواء وقعنا في لعبنا 6 ماتشات فيها، الدور الاولاني الحمد لله كسبناه كله، الدور الثمانيه كان 3-2 الجمهور قلق، الدور قبل النهائي 3-2 الجمهور فعلا ابتدى في نديه بس برضو الاداء فعلا يعني هم ليهم حق طبعا. الجمهور كان ما كانش بس ماتش الزمالك بقى كان اداء اكتر من رائع في الدور النهائي في ماتش النهائي 3-0، وكان فرقه فعلا في مستوى عالي جدا. قدرنا الحمد لله ان احنا نحقق البطوله. عندك لعيبه من ذهب يا كابتن ما شاء الله في وقت الجد. كنز يعني اول بس ما بتشيل التراب من عليه كده يبان. ما في هم بصراحه كنز وما فيش تراب ولا اي حاجه. لا ما شاء الله. لا الاجهاد قصدي الاجهاد، يعني الاجهاد لما زاد عليهم بس نفضوا الاجهاد كده. بالك حضرتك ده كل ده بالاجهاد، يعني كل ده بالاجهاد. طبعا المهم الحمد لله ربنا اكرمنا جدا بالبطوله العربيه. الفرقه كانت طالعه كويسه جدا. لعبنا 3 ماتشات بعديها، لعبنا ماتش الشرقيه الدخان في الكاس، ولعبنا الشمس، ولعبنا الاتحاد، وتوقف النشاط الكورونا لغايه كده. طب خلينا يا كابتن نقف عند هنا. تمام. وهنروح لتقرير كده عملناه عن يعني سير الفرقه في البطوله، تقرير نشوفه مع حضرتك، ونرجع نشوف بقى بعد كورونا ايه اللي حصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لتقرير طبعا عن الفريق وعن البطوله، ونشوف التقييد ونرجع نستكمل حوارنا مع كابتن محمد مصلحي ميدو. طائرة رجال الأهلي على موعد مع معانقة المجد بحصد الثلاثية التاريخية. استهل الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مشواره الحافل بالبطولات عن طريق العودة للمشاركة في البطولة العربية للأندية، والتي استضافتها مصر في فبراير من العام الجاري. ونجح الفريق في التربع على قمة المجموعة الأولى للبطولة بعدما حقق الفوز على السيب العماني وأساريا الليبي وخبيل اليمني على الترتيب، ليضرب موعدا مع السلام العماني في إطار منافسات دور الربع النهائي، ويتغلب عليه بنتيجة 3-2، ثم تخطى عقبة الأهلي البحريني بالنتيجة ذاتها ليتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة المنافس التقليدي الزمالك في نهائي مصري خالص انتهى بفوز معتاد للأهلي بثلاثة أشواط دون رد، لينجح الماسترز في التتويج باللقب ومعانقة المعدن النفيس للمرة السابعة في تاريخ المشاركات بالبطولة، معادلا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب والمسجل باسم الصفاقسي التونسي. مسيرة الشياطين الحمر توقفت قليلا نظرا لتوقف النشاط الرياضي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، لتشرق شمس الماسترز مجددا مع استئناف النشاط الرياضي في ظل بروتوكول صحي صارم وإجراءات احترازية مشددة، ليتمكن الفريق من الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم الثالث على التوالي وللمرة 32 في تاريخه قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، معززا رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب. وأنهى رجال طائرة الأهلي الموسم بطلا للدوري بعدما حقق 20 انتصارا منهم 14 فوزا بنتيجة 3-0 و6 مباريات بنتيجة 3-1، واستقبل الفريق خسارتين بنتيجة 3-1 لم تؤثرا في تتويجه باللقب بعدما جمع 60 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف، ليتفرغ الفريق الأحمر إلى بطولة كأس مصر والتي أبى أن تغادر دولاب بطولات المارد الأحمر. فبعد أن تجاوز الأدوار التمهيدية بالتغلب على الشرقية للدخان، التقى بفريق الشمس في دور الربع النهائي قبل أن يضرب موعدا مع المنافس التقليدي الزمالك في دربي شديد السخونة على خلفية الفوز الذي حققه الأبيض في ختام منافسات الدوري، رغم أنها خسارة لم تؤثر في تتويج الأهلي باللقب، ليأتي الرد في مواجهة نصف نهائي كأس مصر ليرد الماسترز بقوة على الانتقادات ويفوز بثلاثة أشواط دون رد قبل أن يضرب طلائع الجيش بنفس النتيجة في المباراة النهائية، ليختتم رجال طائرة الأهلي الموسم بتحقيق الثلاثية التاريخية مواصلا تربعه على عرش الكرة الطائرة محليا بحصد لقبي الدوري وكأس مصر
وإقليمية بحصد لقب البطولة العربية، بالإضافة لكونه حامل لقب البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري والتي استضافها النادي الأهلي شهر أبريل من العام الماضي. اهلا بحضراتكم من جديد. مشوار طويل، مشوار صعب، والحقيقه رجال الطائره كانوا بالمعاد المناسب والزمان المناسب، وثلاث بطولات في سنه وتسع بطولات في ثلاث سنوات. يمكن تسترجع يا كابتن انت مع اللقطات واحنا بنتفرج على التقرير، لقيتك سرحان ورايح كده طبعا في تفاصيل احنا ما نعرفهاش. اكيد احنا قبل الفاصل كنا وقفنا عند كورونا وتوقف كورونا والعوده، فكان عندك بعد العوده مشكله كبيره جدا كابتن. تمام، احنا وقفنا يوم 15/3 بعد كورونا. انت برضو في فتره ضغط عصبي، انت مش عارف هتكمل الموسم ولا لا، اللعيبه ايه ظروفها، الوزن ايه ظروفه، اللياقه البدنيه، هتتواصل مع اللعيبه ازاي كمان. فالدنيا كانت صعبه جدا بالنسبه لي، ان انا يعني انا متابع، كنت متابع الوزن كويس قوي، اكتر من كده ما اقدرش خالص يعني، لان انا طبعا الرياضه برضو محتاجه ادوات ومحتاجه مكان كبير وما الى ذلك، فكنت متابع الوزن كويس جدا معاهم، لغايه لما الحمد لله الدوله اصدرت قرار برجوع النشاط الرياضي يوم 1/7. كان في لازم، كنا الاهلي كان متبع، لازم كان متبع البروتوكول بالظبط يعني. فيوم 1/7 لغايه 15/7 اتقسمت الفتره دي. انا بصراحه يعني عشان الدكتور حسن عبد المجيد المخطط الاحمال كان معايا، كان له دور كبير جدا في الفتره دي، احنا شغالين بيه جامد جدا بصراحه يعني. فكان من 1/7 لغايه 15/7 ابتدينا في نادي اهلي مدينه نصر، خدنا ادواتنا معانا وابتدينا في الهواء الطلقي كده، شفنا التمارين، نبتدي يعني تأهيل عام للجسم وما الى ذلك، لان طبعا عضلات ما كانتش فيه خالص بالنسبه للعيبه. من يوم 16/7 لغايه 20/8 يا كابتن هيثم كان مميت، فتره مميته للعيبه، كان صبح كانت صبح وبعد الظهر رهيبه يعني. فتره طبعا ان انا ارجع تاني جزء من المهارات الفنيه زائد اللياقه البدنيه في وقت ضيق، خاصه انت داخل بقى على على ماتشات من ليفل 1 بالظبط كده. فهو ده كان دور حسن بقى في الوقت ده مهم جدا. المرحله الثالثه بتاعتي انا بقى وجهازي الفني، احنا طبعا التكتيك بقى، التكتكس والشغل اللي بقى في الملعب دي، كل مرحله كانت خدت تقريبا. كنتش خايف لعيب يتصاب منك بعد الشر او حد يقع منك؟ دور حسن، ما هو انا بقول لحد ده دور حسن. الحمد لله رب العالمين، معايا راجل يعني محترم، دكتور كويس جدا، عارف هو بيعمل ايه، ومعايا جهاز طبي الحمد لله. هنيجي بعد كده للجهاز الفني كله طبعاً، لانه له كل التحيه والتقدير عندي. ابتدينا مرحله بقى التكتيك في الديت، وبعدين ابتدينا الماتشات. انا كان ليا ماتشين مؤجلين مع الطيران وبتروجيت، انا ابتديت قبل الناس كلها. لعبت اربع ماتشات في 10 ايام تقريبا يا كابتن، في 8 ايام. 8 ايام لعبت ماتش طيران، لعبت ماتش بتروجيت، لعبت ماتش الشمس في الكاس، ولعبت ماتش سموحه، ده كان اخر لعب. فيوم 28 وابتدينا الدوري بقى كل يوم اثنين وجمعه، لغايه لما الحمد لله ان احنا ركبنا الدوري، سيبنا الجيش وخدنا الدوري الحمد لله. جينا الماتش الزمالك اللي الناس كلها زعلت عليه ان احنا خسرنا، انا ما كانش يهمني خالص الماتش ده، كان يهمني جدا فيه بعض النقط الفنيه. اولها كان بصراحه احمد قطب كان لازم ياخد ماتش جامد زي دوت. احمد قطب كان مهم جدا ان هو يشيل الماتش، والحمد لله ارقامه على فكره في السكاوتنج كانت كويسه. يمكن دي لحظات تكوير برضو يا كابتن، ما شاء الله يعني كانت لحظات كويسه. دي المباراه الختاميه في الدوري، دي المباراه الختاميه. وكان برضو انت لو تشوف نفسي، انا كنت متضايق وكنت زعلان طبعا ان احنا خسرنا. كان حسام طبعا مش غريب على الملعب خالص، بس المهم عندي كان الواد الصغير اللي اسمه الحسيني، عبد الرحمن الحسيني، طبعا 19 سنه. كابتن عبد الرحمن الحسيني اتصاب بتهيألي، كان عنده حاجه في الحوض. لا عبد الرحمن الحسيني ولد صغير عنده 19 سنه، كان يهمني جدا ان هو ياخد الـ 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 الخطوه دي، ان هو يلعب ماتش كبير زي دوت في ماتش زمالك. يعني يا كابتن افهم من كلام حضرتك ان انت كان عندك اهداف في المباراه غير المكسب، عندك اهداف تانية. تمام، انت مش شايف المكسب او الخساره، انا خلاص الدوري خلاص. حلو، عندك اهداف اعلى 100 مره من ان اكسب. اهداف ليا انا واهداف تانية خالص بره الملعب، في الملعب للخصم بتاعي، للمنافس بتاعي، لان المنافس بتاعي انا عارف كويس جدا، والحمد لله كنت قريته ان هو يلعب بكل فول تيم بتاعه، قريته كويس جدا، وهو ده اللي انا كنت عاوزه. خدت اللي انا عايزه من الماتش، سواء كان في صالحي اللي هو فرقتي، سواء كان قطب او عبد الرحمن او الزري، والتكتيك اللي هيلعب بيه الكابتن حسام في ماتش الزمالك. اللي حصل بالظبط في قبل نهائي الكاس هو اللي الكابتن حسام لعب بيه، وهو ده اللي انا عملته، والحمد لله الماتش طلع 3-0 والاولاد عملوا
ماتش كبير، ماتش كبير جدا جدا، وكسبنا. خلص في ساعه وربع تقريبا الماتش، كانوا في قمه التركيز. وخليني اقول لك كابتن، احنا كنا فاهمين ده، واحنا حتى في البرنامج هنا احنا قلنا النادي الاهلي دائما ابدا بيدور على البطوله، ما يبقوش تحت رجله، وعشان حضرتك ابن النادي الاهلي وعشر بطولات في ثلاث سنين حضرتك خدتهم، ثلاثه دوري، ثلاثه كاس، ثلاثه افريقيا، بطوله عربيه، يعني خلاص بقى عندك من الخبره ان انت ما تشوفش تحت رجلك. فما كناش زعلانين على الماتش. ما انا كنت زعلان. ما انا عارف، انا عارف شعورك، لان انا برضو لو كنا كسبنا كنا فعلا برضو كان الناس دي خدت ثقه اكتر اللي في الملعب. بس الحمد لله الولاد عملوا ماتش الزمالك قبل النهائي، أكيد نهائي كان في قمه الاداء المهاري والفني، والحمد لله لعبنا نهائي الجيش وكسبناه، وربنا توج مجهود الولاد خصوصا بعد الكورونا، بصراحه عملوا مجهود يشكروا عليه جدا، وربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش مجهود حد. وده كان رد يعني أعتبر. يعني 11 اسبوع ان انت تلعب. لا ده انا عايز اقول لك بحاجه، يعني بعض الاصوات في السوشيال ميديا دايما اللي بيحب ياخدوا رياضه في اتجاه احنا ما بنحبوش، قال لك اصل الفرقه فرقه عواجيز. حلو جدا، ما فيش مشكله. هو عجبني اللعيبه بتقول في التقرير اللي احنا كنا سجلناه بعد الماتش، قال لك احنا لما قرينا كده احنا قلنا الرد في الملعب. فيعني انا مستغرب، هو الموضوع مش سن، والموضوع عمره ما كان حضرتك عمرك قد ايه، الموضوع اداء. احمد صلاح ما شاء الله عليه، عبد الله عبد السلام ما شاء الله عليه. لا يعني تقول ايه على الموضوع ده كابتن، خاصه ان فعلا اللعيبه كانت نازله ترد في الملعب. هو يعني الناس يعني هم خدوا برضو الولاد لما السوشيال ميديا والكلام ده اتكلموا ان هم كبار في السن وعجزوا خلاص، مش الكل بقى، ده صفحات رايحه في اتجاه يعني معين عشان تهت في الفرق. كان استفزاز ليهم، خلاهم يأدوا المباراه بشكل تاني خالص بصراحه، وجت برضو في مصلحه الفريق ومصلحه الفرقه ومصلحتي انا ومصلحه النادي ان هم كانوا فعلا. يا ريت كل فرقنا تبقى عواجيز كده والله. لا هو بص هو يعني بيقولوا كده، يعني لو حد اللي بيقول يا ريت، مش قصدي يعني يا ريت كل فرقنا يتقال عليها ان هم عواجيز، لان بالشكل ده احنا هيبقى الرد في الملعب. لا هم عملوا ماتش طبعا، هي طبعا كابتن فرقه يعني ما شاء الله عليها، وفي 11 شهر العواجيز دول قدروا يقفوا على رجليهم. انا بقول لك وحمل 11 اسبوع، انا اسف 11 اسبوع قدروا يقفوا على رجليهم. شايفين ده ماتش النهائي قدامنا اهو، الاداء فيه كان عامل ازاي. انا بقول لحضرتك 11 اسبوع الولاد دول قدروا يقفوا على رجليهم، بقى من اول عبد الله عبد السلام اكبر لعيب في الفرقه طبعا، لغايه عبد الرحمن الحسيني اصغر لعيب في الفرقه، قدروا الحمد لله بدون اصابات خالص الحمد لله. وده كان رد مناسب، رد مناسب جدا. طب كابتن انت يعني اكيد مر بيك يعني في السنه دي كامله، دي سنه طويله، مشوار طويل، في حتت صعبه او في زي ما بيقولوا مطبات كانت شديده شويه، ايه المطب اللي انت عديت بيه وحسيت ان لا هو ايه اللي بيحصل يا جماعه، لا ده احنا محتاجين وقفه بالنسبه للعب يعني. يعني هو الاصابات بالنسبه للاول، لان انا كان عب وقطب ومنعم كانوا مصابين في اول السيزون وانت ما تعرفش فيه. فيعني طب يا كابتن ارضيه الملعب لما اتغيرت فرقت معنا شويه بس لسه برضو انا لسه برضو لسه برضو شويه كنت افضل ان هي تبقى باركيه لان الباركيه حنين شويه على الركب كده، لكن اتعمل تحت طبقه مرنه شويه، خففت الصدمات على ظهر اللعيبه والركب احسن من الاول يعني طب كابتن ايه يعني، خلينا نقول ان يعني انتوا ليكوا بقى وضع فرضتوه على الناس، انتوا فرضتوا بمجهودكم ببطولاتكم وضع ان احنا كل بطوله داخلينها الناس ده بقى بيحاسبوا الفرقه على الماتش بالجيم والله يعني لا 3-0 ايه ده، 3-1 ازاي، 3-2 ازاي، مسؤوليه كبيره، جاهز للفتره الجايه المسؤوليه دي؟ بص بقى انا عارف تفكر ازاي. طول الحمد لله ما الفرقه موجوده واقفه على رجليها، والناس يعني الجمهور حاطط امل على الفريق. أيوة. كبير جدا بالظبط، وانا مقدر دوت واللعيبه مقدره دوت، والجمهور بيرفع الفرقه عالي جدا، وكفايه اليومين اللي فاتوا او الثلاث ايام اللي فاتوا الناس كلها يعني مظاهرات حب على السوشيال ميديا ليك بصراحه للناس كلها والله، وحاجه يشكروا عليها. والله يعني هنعمل اللي علينا زي كل سنه يعني ان شاء الله. انا مديهم 10 ايام اجازه. انتوا هتبتدوا على طول يا كابتن؟ وهنبتدي ان شاء الله لسه ما نعرفش يعني ما جاش حاجه من الاتحاد رسمي ان احنا هنبتدي امتى، بس هتبقى قريب اكيد لان كل الاتحادات لحمت يعني في شهر 11 يعني هو كام 11 لسه ما نعرفش، بس لازم كنت اديهم راحه يعني ان شاء الله. وهنبدا ان شاء الله ويا رب نكون دايما عند حسن ظن الجمهور يعني. اكيد يا كابتن، اكيد يا كابتن. طب انت كابتن 10 بطولات زي ما انا قلت، انت 3 سنين ما شاء الله منذ توليك المهمه، فرضت ادائك على الناس كلها، فرضت بشخصيتك بالكاريزما بتاعتك، اللعيبه بتحبك ولا قلت كده في الانترو، تخاف منك، بتحترمك مع الفنيات، ده اهلك تاخد 10 بطولات. اغلى بطوله ايه من البطولات ال10 دول عليك بمنتهى الامانه؟
بطوله افريقيا اللي كانت في تونس. انا احنا تابعنا وغطيناها هنا في قناه الاهلي. لا دي كانت بتاعت منعم لما تعور. بتاعت منعم لما تعور كانت سنه 2017. دي كانت صعبه جدا لان احنا مسافرين واحنا خسرانين الدوري، ومش عايز اقول لك برضو الحاله النفسيه كانت عامله ازاي، وما كانش فيه احمد ولا عبد الله. عبد الله عبد السلام جه الموسم اللي بعديه، هو احمد صلاح جم من نادي طلائع الجيش السنه اللي بعديها. كانت مهمه، مجموعه صعبه جدا، كانت الترجي في مجموعتنا. بس اقول لك كابتن، وقتها احنا قلنا الحمد لله، وكنا كلمناك هناك قلت الحمد لله انا وقعت في المجموعه الصعبه. فاكر وكسبت الترجي في المجموعه عشان اللي قبل النهائي يكون سهل فعلا سهل. لكن برضو المطبات كانت يعني قب اتصاب في قبل النهائي، منعم اتصاب في النهائي، عبد العال كان عمل ماتشات هايله في النهائي، وربنا كان واقف معانا يعني. وتكسب ترجي والنجم الساحلي في تونس دي كانت صعبه جدا، في منتهى الصعوبه. لكن بصراحه كانت يعني صعبه. وانت لاعب كمان يا كابتن 33 بطوله، بسم الله ما شاء الله الحمد لله، يعني عايزينهم بقى ومدرب يعني برضو. وانت لاعب مشوار طويل برضو يعني، انت يعني بص لما يبقى اللعيب او النجم عود الجمهور على المكسب كلاعب، ويعود الجمهور على المكسب كمدرب، يعني بتهيألي يا كابتن انت في منتهى الفخر باللي انت حققته. 33 بطوله كلاعب دي حاجه برضه مش انا لما بلعب مع ابني في بلاي ستيشن ما بحبش اتخسر. هو النادي الاهلي كده يا كابتن، اللي بيتمرن يعني في النادي الاهلي واللي بيلعب في النادي الاهلي كده. ده نعمه من فضل عند ربنا الحمد لله، ان انا يعني نعمه ان انا لعبت في النادي الاهلي وعرفت يعني ايه مكسب، طبعا على مر الاجيال يعني. وحتى لما كنت مدرب مع اشتغلت مع مدربين اساتذتنا حققت 16 بطوله يعني وانا مدرب عام. يعني انا الحمد لله يعني تقريبا تقول كده 57 من 57 ل 60 بطوله حققتهم مع النادي الاهلي الحمد لله. و34 سنه ما سبتش النادي الاهلي، سنه 86 لغايه دلوقتي لعيب ومدرب ومدير فني ما سبتش النادي الاهلي الحمد يعني لله. يعني يا كابتن احنا بنقول جوزيه كره الطائره ده بقى يعني جوزيه بقى بصراحه معلش يعني ما شاء الله يعني حضرتك حققت انجازات اكتر منه. خلينا اقول يا كابتن انت اتمرنت او كنت مساعد لمدربين كبار، عايز اعرف لحضرتك مين المدربين اللي اثروا معاك؟ انت اشتغلت طبعا مع اسامي كبيره اولاد النادي الاهلي، ولكن خلينا نعرف اجابه السؤال ده بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل اعلاني، الحقيقه نرجع نكمل حوارنا الشيق مع كابتن محمد مصلحي. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن كابتن محمد كنا بنتكلم قبل الفاصل المدربين اللي اثروا فيك جدا وتعلمت منهم كتير، مين؟ والله الحمد لله انا اشتغلت مع 3 مدربين تقريبا في النادي الاهلي. يعني الوضع اللي انا فيه دوت كمدير فني يرجع للكابتن نور عطيه طبعا، ان هو بعد ما كنت لعيب على طول اعتزلت هو ضمك على طول الجهاز، ضمني على طول الجهاز، خدني معاه كمدرب. وبعديها هو جدع وابن بلد كده، تحس انه جدع وابن بلد. جميل جميل جدا جميل يعني جميل. وانا بقول لحضرتك انا يعني انا بحييه جدا هنا والله بحبه جدا. لولا ان انا يعني اللي انا فيه ده هو يرجع للكابتن نور، وخدني على طول مدرب عام ليه سنتين، لمده سنتين. جه الكابتن ابراهيم فخر الدين خدني برده معايا مدرب نجم النادي الاهلي طبعا، مدرب كبير ومدرب طلائع الجيش، وكان عمل مباراه كبيره جدا مع حضرتك يعني. اشتغلت معاه 6 سنين، وبعدين اشتغلت مع الكابتن احمد زكريا سنه، وبعدين اشتغلت مدير فني. ما اشتغلتش مع كابتن فؤاد لكنه كان دايما بيقول لي ان انت هتبقى مدرب كويس وانا بلعب معاه يعني، لان انا كنت بعرف هو هيعمل ايه قبل ما يشتغل فعلا يعني. فهو لا هو ده يا كابتن فؤاد عبد السلام ده يا جامده جدا يعني. فدول فعلا اشتغلت معاهم. واشتغلت طبعا على فكره انا مسكت المنتخب مدير فني المنتخب سنه 2018، ويعني عرفت طبعا الكابتن شريف برضو بيشتغل ازاي من الناس برضو المحترمه اللي الواحد خد منهم فولي يعني. طب كابتن انت خدت قرار طبعا ان في بعض اللاعبين المميزين جدا اللي هيطلعوا بعض الاعارات لانديه اخرى، في 3 لاعبين طالعين بتروجيت على ما اتذكر، وفي 2 لعيبه طالعين طبعا نادي طلائع الجيش، مين الخمس لاعبين دول؟ طيب يعني هم عشان بس نبتدي مع بعض كده عشان الناس فاكره ان الفرقه مستواها او السن بتاعها كبر. احنا عندنا 5 اجيال، عندي صلاح وعبد الله ومنعم وعبد اللطيف ورؤوف، دول ناس مخضرمه، دول جيل، دول جيل ولا غنى عنهم في الوقت طبعا الحاضر تمام. وعندي حسام وقطب وعبد العال ومعوض وعبه، الجيل الثاني جيل خبره عاليه جدا. نيجي للجيل بقى اللي هو الشباب والجيل الصاعد كده، في سعيد وعادل ورمضان وعبد الرحمن وابو السعود وشريف معار لنادي بتروجيت، دول شباب شويه كده الجيل الثالث من في حدود تمام. 23 ل 26 سنه تمام. جيل الشباب بقى اللي هو الصافي ومرجان والحسيني ومحمد عثمان وعمر زكريا، دول اتمرنوا معايا
ودول طالعين من الشباب للدرجه الاولى ما شاء الله. في جيل بقى الناشئين اللي الناس كلها ما تعرفش عنهم حاجه، اللي بنجهز كمان الصف الخامس، صف خامس اللي هم 19، زياد اسامه ومروان الصافي وانس شوقي وعمر الشريف وابراهيم رسلان، دول اللي هم خدوا مركز رابع في كاس العالم وكمان اتمرنوا معايا لمده فتره. ففي مين فرقه في الشرق الاوسط كلها تملك هذا؟ الحمد لله رب العالمين الناس دي كلها اتمرنت معايا. بطمن الجمهور لحد ما احنا ما اشتريناش ولا ناشئ خالص، ما اشتريناه لان فعلا معتمدين بالمجهود الذاتي، على المجهود الذاتي. والمجلس لو في حد ناشئ مش هيمانع طبعا، بس هو الاتحاد كان مانع انتقال الناشئين من نادي لنادي لمده سنتين عشان يحافظ على. فالحمد لله الفرقه من اول عبد الله لغايه اخر واحد قلته لك يمكن 21 واحد موجودين الحمد لله. فمن يعني انا الناس دي لعبت، فانا فضلت طبعا ان هم عايزين خبره زياده، يكتسبوا خبرات طبعا، محتاجين وقت في الملعب، عايزين يلعبوا هم كمان ولاد عايزين يلعبوا في الملعب وانا حاسس دي. فبعد جواب بتروجيت هتستعير اربع لعيبه يوسف الصافي ويوسف مرجان وعمر زكريا ومحمد عثمان، ونادي طلاع الجيش طلب عمر اكرم. تمام، دول هيطلعوا ان شاء الله. طبعا الاستفاده متبادله بين اللاعب وبين النادي ايضا. وطبعا احنا معنا عبر الهاتف يوسف مرجان احد اللاعبين طبعا ولاد حضرتك اللي طبعا طالعين اعاره وعينين عليهم ونفضل متابعينهم. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ اسلم على حضرتك واسلم على كابتن ميدو وكل الناس اللي بتتفرج. واتفضل يوسف. الف مليون مبروك، يمكن انت كنت محظوظ الحمد لله مع جيلك ان انت شفت هذا الكم من البطولات، يمكن ثلاث بطولات في موسم. طبعا بنقول لك الف مليون مبروك، واكيد استفدت حاجه من الضغط ده وضغط المباراه ده يوسف. الله يبارك في حضرتك. طبعا انا يعني من الناس المحظوظين جدا ان انا وقت ما طلعت درجه اولى كان في الفرقه كل النجوم دي في وقت الحمد لله مكسب وبطولات. ان انا مع ثلاث مواسم، ده الموسم الثالث ليا مع الدرجه الاولى في النادي الاهلي، تقريبا تسع بطولات الحمد لله. يعني دي حاجه كبيره جدا طبعا، استفدت من خبرات كتير جدا. كابتن ميدو طبعا يعني صاحب الفضل عليا ان هو اول واحد صعدني درجه اولى في النادي الاهلي. والموسم ده طبعا في اوله كان في اللعيبه في المنتخب الوطني كان عندهم كاس عالم وبطوله افريقيا مؤهله للاولمبياد، وكنا احنا كابتن ميدو لعب فينا اول 12 ماتش في الدوري بالجيل الصاعد كله، كلنا كنا ناشئين، كان معانا بس اثنين او ثلاث لعيبه كبار، منعم كابتن محمد عبد المنعم ومع كابتن محمود رؤوف ومع كابتن محمد عصام معوض وعبد اللطيف عثمان، بس دول اللي كانوا معانا، الباقي كله كنا لعيبه صغيره. والحمد لله كنا على قد المسؤوليه وما خسرناش ولا ماتش الحمد لله، كسبنا الماتشات كلها. وطبعا كل ده يعني بسبب الجهاز الفني اللي معانا، خبرات عاليه جدا، وبسبب اللعيبه اللي احنا بنتعلم منها كل يوم، بنتعلم حاجه جديده طبعا. اكيد. وكمان يا يوسف، يمكن انت قبل ما اعرفش كنت سامعنا ولا لا، كان كابتن محمد مسلحي بيقول ان انتوا طبعا طالعين اعاره، يعني الاستفاده متبادله، يعني انت تلعب مباريات وتكتسب خبرات، يمكن هيكون يعني بقائك في الاهلي ممكن يبقى صعب شويه تاخد هذا الوقت، وهتبقى تحت عين طبعا كابتن محمد مسلحي. شايف القرار ده ازاي يا يوسف؟ طبعا احنا كنا يعني انا كنت في اول ما كنتش خالص بفكر ان انا في وقت اسيب الفرقه دي بالذات في وقت اللي هو النجوم كلها موجوده، كابتن عبد الله عصام وكابتن حسام يوسف وكابتن احمد صلاح وكل اللعيبه الكبار، يعني انا بتعلم منهم كل يوم. بس انا دلوقتي بقى لي ثلاث مواسم الحمد لله اتعلمت منهم كتير، ابتدى الواحد يعرف الناس دي بتتمرن ازاي، بتفكر ازاي، ازاي روح الانتصار عندهم، مفيش حاجه اسمها نخسر بطوله او بطوله تضيع. جالي فرصه ان انا جالي كذا عرض ان انا اطلع اعاره، بيجي لي والله يعني من سنتين فاتوا بيجي لي اعارات، بس كابتن ميدو كان بيفضل ان احنا نبقى موجودين لان هو شايف ان احنا لسه ما اكتسبناش الخبرات الكافيه ان احنا نقدر نلعب في الدوري الممتاز يعني. بس لغايه لما جالنا السنه دي عروض اتكلمت مع الكابتن ميدو لغايه لما وصلنا يعني وجهه نظر تقريبا واحده، ان احنا عايزين يعني هنتعرض لضغوطات عاليه واحتكاك اعلى، يدينا خبرات وكله في الاخر علشان في الاول وفي الاخر نعرف نرجع النادي الاهلي ونحافظ على سلسله الانتصارات اللي الجيل اللي دلوقتي موجود بيعملها، ما يجيش بقى يحصل اللي هو الدروب اللي بيحصل ممكن كمان سنتين او ثلاث اربع خمس سنين، يحصل دروب لما نيجي وقتنا.
بس اتفقنا ان احنا نطلع وكله. طبعا انت طالع بهدف ان انت عايز تعمل احسن حاجه موجوده عشان ترجع النادي الاهلي مش عشان اي حاجه تانية. جميل جدا يا يوسف الحقيقه ان انت بتفكر الفكر ده، وجميل جدا ان يبقى عندك الاراده دي والرغبه دي، وانت طبعا انت وزمايلك من ابناء النادي الاهلي، ونتمنى لكم كل التوفيق يا يوسف. ان شاء الله، واحنا يعني والله ان شاء الله ربنا يوفقنا ونقدر نعمل حاجه مشرفه نشرف كابتن ميدو ونوري الناس كلها ان احنا اتعلمنا حاجات منهم كتير، منه من كابتن ميدو ومن كل الجهاز واللعيبه اللي كانت معانا اتعلمنا منهم، ونقدر باذن الله نرجع النادي الاهلي تاني بسبيد وباذن الله باكتر من اللي احنا عملناه بكتير. يعني احنا لسه ما عملناش حاجه طبعا. اكيد يا يوسف، واحنا ان شاء الله متابعينك وهنبقى في الابطال هنا حتى عينينا عليك وعلى زملائك. الف شكر يوسف مرجان طبعا نجم النادي الاهلي وزمايله اللي طبعا اللي صاعد بقوه الصاروخ، ان شاء الله ربنا يوفقه فيما هو قادم، وايضا هيفضل تحت عين النادي الاهلي ان شاء الله ليعود في يوم من الايام يحمل الرايه كابتن مصلح. يعني يمكن شعور حلو لما تلاقي فيه هارموني كده بينك وبين اللعيبه، وفي ثقه وفي ثقه فيك وفي ثقه في النادي الاهلي. والله انا مبسوط من كلام يوسف جدا، ناضج يعني ابتدى ينضج وهو عايز يلعب ورايح بتروجيت عشان خاطر ياخد خبره الماتشات اكتر من كده. هو قال لك في الاول فعلا ان احنا في يعني خدها هو تمام ماتشات، هو اللي كان اساسي وبيلعب مع الفرقه، والحمد لله الفرقه كسبت معاه. خلاص شاف عبد الله وشاف حسام كويس قوي هم بيرفعوا ازاي، وشاف انا عايز ايه. هو رايح لايد امينه جدا في بتروجيت، هاني مصلحي معاه وانا موصي هاني طبعاً توصيه كامله على الاولاد انهم لازم يلعبوا ولازم يشاركوا باكبر قدر طبعا، وهم طبعا لازم يعرفوا ان بايديهم هم ان شاء الله ويرجعوا يعني يحملوا الرايه وما يحصلش الدروب ان شاء الله اللي بيحصل مع تغيير اجيال ان شاء الله. كابتن نطلع لفاصل ونرجع نستقبل طبعا العاده اللي الحمد لله متعودينها زمان، بتجيب تورته ونقطعها مع حضرتك ويبقى بس لازم اشكر جهاز الفني. لازم اتفضل حضرتك يعني طبعا عشان خاطر هم بصراحه يعني شركاء معايا، يعني كتامر وجمعه مدربين اخواتي والواحد يدي لهم ظهره ومستريح لهم جدا طبعاً. واحمد سعيد المحلل الفني وحسن طبعا اتكلمت عنه كتير طبعاً. وعندي كابتن خالد ابو زينه المدير الاداري يعني مكوكي. اخويا طبعاً. الكبير عندي كابتن ايمن علي الاداري لشعله نشاط، عندي الجهاز الطبي الدكتور ايهاب فخر الدين، وعندي طبعا الدكتور العظيم سامح ظلام اللي بقول لك اخصائي اصابات وتاهيل، اللي هو بصراحه يعني انضمام النادي الاهلي كان كويس. يعني انا عايز اقول لك ان الاوضه عندي بتبقى النادي كله صحيح. بيبقى موجود ساعات لما هو بيبقى موجود صحيح. فعلا دكتور كفء وصاحب خبره عاليه جدا في المجال. واخيرا طبعا عبد الرحمن مكي مدلك الفرقه والعامل الجميل اخونا احمد رشاد. طب خلينا نطلع لفاصل ونرجع طبعا نقطع تورته مع بعض ونحتفل ونشكر كمان حضرتك عايز تشكره. عزيزي المشاهدين هنطلع لفاصل عليه سريعا ونرجع نكمل احتفالنا مع الكابتن محمد مصلحي. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما قلنا قبل كده ان طبعا بتبقى احسن لحظه لينا كبرنامج الابطال وهو تكريم الابطال. كابتن محمد مصلح ميدو يعني نجم من تراث فريد، لاعب ومدير فني، والحقيقه زي ما قلنا قبل كده ثلاث صفات اللعيبه بتحبه وتخاف منه وبتحترمه، وقبل ذلك النواحي الفنيه. يمكن يا كابتن صعب الانجاز ده يعني حد يحققه وانت تعبت حتى اللي هيجوا بعدك. والله الحمد لله مش عارف اقول ايه، بس يعني مجهود سنين الحمد لله حد بيجنيه، ويا رب يا رب دايما نكون عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي. الواحد دايما يعني بيرفع يعني مش عارف اقول له ايه. جمهور النادي الاهلي يا كابتن يمكن انا مستفيد من النادي الاهلي، اللعيبه مستفيده صحيح. من النادي الاهلي، اداريين مستفيدين من النادي الاهلي، لكن جمهور النادي الاهلي اللي بيدفع التذكره اللي بيقف في عز البرد وبينام صحيح. على الرصيف عشان ياخد تذكره صحيح. يروح ماتش كوره. جمهور النادي الاهلي مات عشان خاطر النادي الاهلي صحيح. جمهور النادي الاهلي مات عشان خاطر النادي الاهلي. هو ده يعني محمل لنا طبعا مسؤوليه كبيره جدا. اتمنى ان الفرقه تكون عند حسن الظن دايما، و يعني ان شاء الله مبروك لجمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته، وان شاء الله مزيد من الانتصارات اكيد ان شاء الله. واحنا دايما هنفضل داعمين ليك يا كابتن ومنتظرين منك البطولات، والحقيقه دي يعني اقل حاجه نقدر نقدمها ان احنا نحتفل مع حضرتك، وان شاء الله تبقى عاده ما تتقطعش باذن الله. يلا بينا يا كابتن. يعني اتمنى ان حضرتك انت بقى اللي تقطع النهارده، انت العريس وانت عايز اقطع ابو زينه فين؟ كابتن خالد هيزعل منك كده. ماشي بسم الله. اتفضل يا كابتن.
ألف مليون مبروك يا كابتن، ألف مليون مبروك لطبعا لحضرتك واللاعبين والمجلس الإدارة والجمهور النادي الأهلي، حاجة تشرف. ويعني لا نملك غير ان نقول لكم يعني كملوا مشواركم واحنا معاكم ان شاء الله باذن الله. وانا بشكر مجلس الاداره على بصراحه على كل الادوات اللي الواحد بيستخدمها واللي جابها على كل حاجه، والكابتن رؤوف بمنتهى الامانه يعني الراجل واقف معانا ومع كل فرق النادي وبيبذل مجهود كبير جدا، بشكره وبشكر النشاط الرياضي كله الحمد لله ورب دايما في انتصارات اكيد دايما. نورت الدنيا وبشكرك كابتن محمد مصلح على وجودك معانا، والف مليون مبروك ان شاء الله ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين انتظروا طبعا بعد برنامج الابطال في برنامج البيت الكبير مع زميل طبعا هاني رمزي وايضا سهام صالح، هيكون معنا ابطال ايضا الالعاب الاخرى، فريق السيدات كره الطائره، سيدات كره السله، وايضا رجال الكره الطائره هيكونوا معنا مكملين سهره النهارده كبيره مع الانجازات الكبيره للالعاب الاخرى. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وانتظرونا في حلقه جديده وبطل جديد مع الابطال. I'm inside, yeah, rock, but one day